الغلاف اصنعيني يا أمه 100 أم صنعت 100 عظيم، ونحن نتحدث اليوم ضمن حملة سنوية تقيمها شبكة المجد اسمها نتعلم. فما علاقة الأم بالحملة وما قصة هذا الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الكتاب رغم أني أخرجت قبله ولله الحمد أكثر من 20 كتابا، لكني أعتبره الكتاب الأثير القريب جدا إلى قلبي. كل الكتب أخذت مساحة معينة، سنة، سنتين، ثلاث، أربع، أحد الكتب أخذ 5 سنوات. هذا الكتاب له أكثر من 20 سنة، وأنا ألملم هذه القصص وأنتقيها من ليس فقط من تاريخنا، بل من تاريخنا العظيم ومن حاضرنا أيضا ومن الأمم جميعا. أتحدث فيه فقط عن الأم، عن قضية الأم، لذلك عشت معه لمدة طويلة. هذا الكتاب في البداية كان مقالات صحفية، ثم تحول إلى برنامج في إذاعة نداء الإسلام، الأم مصنع الحياة، وبقي مدة طويلة. ثم بعد ذلك جاءت فكرة لانتقاء 20 قصة من الكتاب ونشرها بطريقة فضائية، فأخرجت سلسلة 20 حلقة اسمها اصنعيني يا أمة، وبثت ولله الحمد في عدد من الفضائيات. هذا كله جعل الأحبة يقولون طيب لماذا لا تلملم شمل هذه القصص وهذا الجانب التربوي الذي الحقيقة كلنا نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا في قضية تربوية، وهل الأم فعلا تقوم بدورها الآن ولا لا؟ لماذا لا يخرج في كتاب؟ فأخرجته في كتاب. وكلمة اصنعيني يا أمة هي الكلمة التي لم أقلها أنا، بل قالها عدد من الأعلام سواء من المسلمين أو غير المسلمين. أمي هي التي صنعتني، تربيت في حجر أمي، وقبل ذلك كله بهرت حينما رجعت للتفاسير وأنا أقرأ تفاسير قول الله عز وجل ولتصنع على عيني. من؟ موسى. فرجعناك إلى أمك، معنى ذلك أن الصناعة ستكون بيد أمه، هي التي تصنعه. والصناعة ليست الخلق، الصناعة هي تحويل، فأنت تأخذ المواد الخام ثم تحولها إلى شيء آخر. ألهم الله هذه الأم وأوحى إليها سبحانه وتعالى كما قال عز وجل في كتابه، وأوحينا إلى أم موسى، وهو وحي خاص ليس كوحي الأنبياء، الوحي الذي يكون للأنبياء. ثم صنعت، حتى وجدت بعض المفسرين يتحدث عن قضيتين في قضية الصناعة هذه وتصنع على أمي، هي قضية التربية وقضية التنمية. فهناك تربية، تقويم سلوك، تغيير أفكار، وفي نفس الوقت أيضا فيها تنمية، تنمية جسدية، تنمية روحية، تنمية تعاملات اجتماعية إلى غيرها. فهي كلمة ليست عادية، فسميته اصنعيني يا أمه. أما قصة 100 أم صنعت 100 عظيم، يمكن بعض الناس يظن الكتاب أنه سيرى أسماء هكذا الأم فلانية، لا، هي أكثر من 100 قصة ل100 أم، أكثر من 100 أم أيضا من أنحاء العالم امتزجت بالجوانب التربوية التي أردت أن أصلها إلى أم اليوم التي تعيش كل هذه التناقضات، تعيش كل هذه التحديات، وأقول لها أنت تستطيعين أن تصنعي من ابنك